نظم مركز الحوار الإنساني السويسري في مدينتي زوار وبنغازي في ليبيا أولى جولات الملتقى الوطني الليبي. الملتقى الذي سيزور 20 مدينة ليبية أخرى تدعمه بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تحضيرا للمؤتمر الوطني الجامع الذي سبق وأعلن عقده المبعوث الأممي إلى ليبيا ضمن مراحل خارطة الطريق الأممية. مراسلنا خليل الكلاعي تابع لقاءات زوار ووفانا بهذا التقرير. ملتقى حواري جديد، لكنه ليس كسابقيه. إنه ملتقى متنقل بين المدن الليبية كافة، يرعاه مركز الحوار الإنساني. الانطلاقة من مدينة زوارة، هنا التقى عيون المدينة ورموزها وثوارها. تعميق المشتركات بينهم ينشدون، هدفهم إعطاء المثال لبقية مدن ليبيا. رعاة الملتقى يقولون أن عملهم مكمل لعمل البعثة الأممية. يندرج هذا الملتقى في مسار سيضم حوالي 20 مدينة، بالإضافة إلى لقاءات أخرى سيتم تنظيمها من قبل قيادات المجتمع المدني الليبي. انطلق الحوار بين المجتمعين، أغلقت الأبواب من دون الصحافة، وطلب من المصورين المغادرة. مسؤولو مركز الحوار أنفسهم لم يحضروا الحوار، فأن يشارك المتحاورون بأريحية يعني أولا أن يكون لهم من الخصوصية نصيب. نلاحظ أنه كثير من الليبيين ضيعوا الثقة في 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 المسار السياسي وحتى في المؤسسات السياسية أو الأجسام السياسية، فهذا المسار الهدف هو إعادة بناء الثقة والشعور بالمشاركة في مسار وطنهم. هذا هو مروة الفرس إذن، إعادة بناء ثقة الليبيين في مسار الحل السياسي. يمر ذلك وفق القائمين على مركز الحوار الإنساني عبر شرطين: توسيع أرضية المشاركة بين الليبيين، وبناء توافق يتجاوز النخبة وينفذ إلى عمق المجتمع. أن يلتقي الليبيون للحوار ليس بالأمر الجديد، يحدث ذلك كل يوم تقريبا منذ بداية الأزمة في البلاد. أن يتفقوا إثر الحوار ذلك ما يحدث إلا نادرا، وذلك ما تحاول بعثة الأمم المتحدة ومركز الحوار الإنساني تحقيقه من خلال هذه الملتقيات. خليل كلاعي، التلفزيون العربي، زوارة،